متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد مباراة روما وشختار دونيسك الأوكراني الذي تقام بإياب دور 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم. كما نقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة بالتفصيل. مباراة روما وشختار دونيسك تقام اليوم على ملعب الأولمبيكو بمدينة روما بإيطاليا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم الأسباني ألبرتو أونديانو مالينكو الذي يبلغ من العمر 45 عاما، كما بدأ التحكيم عام 2000. ويذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز شختار بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق روما. وتقام مباراة روما وشختار دونيسك اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018 في تمام الساعة 10:45 بتوقيت مصر وليبيا، و11:45 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت وسوريا، و8:45 مساء بتوقيت جرينتش. وتذاع مباراة روما وشختار دونيسك اليوم حصريا على قناة بين سبورت اتش دي 2. كما يعلق على المباراة المعلقين عصام الشوالي وأحمد الطيب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.